يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ترك الزواج خوفا من المسؤولية عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هذا من الوسواس، هذا من الوسواس. الشرع رغب في الزواج لأن فيه مصالح عظيمة، ألا يتركه الإنسان بسبب الوسواس، أخاف من كذا وأخاف من كذا؟ توكل على الله عز وجل ويتزوج عملا بالسنة الإلهية. نعم.